الحمد لله، الحمد لله على حفظه ورعايته، أكرمنا بنعمة الاستقرار بمنه وكرمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، ونشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، إن من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده نعمة الأمن والأمان، فهي نعمة عظيمة ومنة جليلة، ولذلك كانت هذه الدعوة، وهي الدعوة بالأمن والأمان، من أول دعوات الأنبياء عليهم السلام. فإبراهيم عليه السلام لما ترك بعض أهله في مكة دعا بقوله: رب اجعل هذا بلداً آمناً، أي اجعله بلداً تاماً وكامل الأمان، وذلك لأنه بالأمان يعبد الله جل وعلا وتعمر الأوطان. وبمثل هذا الدعاء سأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه إياه عندما قال عن المدينة المنورة، عندما قال صلى الله عليه وسلم عن المدينة المنورة: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها، أي ما بين طرفيها، وهذا والله أمان ما بعده أمان. ينعم بهذا الأمان الإنسان والطير والشجر والحيوان. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إني لو رأيت الظباء ووجدتها ما أخفتها. نعم، وهذا تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حمى المدينة 12 ميلا، كل ذلك تحقيق لمبدأ الأمن والأمان، إذ بهذا الأمان يأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم، فيعبد الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذا كانت هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، فحق على العباد أن يحافظوا على هذه النعمة. والحفاظ على هذه النعمة لا يكون بمجرد كلام يتكلم به المرء، ولكن بالأقوال والأفعال، بالأقوال والأفعال، وذلك بأن تعبد الله سبحانه وتعالى. فإذا عبدت الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض وأطعته، كان ذلك سبب لحفظ هذا البلد. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نعمة الأمن والأمان تحافظ عليها بأن تستحضر هذه النعمة، بأنك تعيش هذه النعمة
وتتفيأ ظلالها. ولذلك يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستشعر هذه النعمة. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. عندما تتذكر هذه النعمة، هذا يدعوك إلى أن تشكر الله جل وعلا. فمن أعظم أسباب ثبات هذه النعمة شكر الله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا هو القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، نعم يتفيؤون ظلالها، أمن وأمان ورغد من العيش. ماذا كان حالهم مع هذه النعمة؟ فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. معاشر المؤمنين، إن من أعظم أسباب الشكر أن تلهج إلى الله جل وعلا بالدعاء أمناً وأماناً ورخاءً للوطن. ولذلك إبراهيم عليه السلام دعا، قال: وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا كذلك للمدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مدنا، وبارك لنا في صاعنا. فكان همهم نفع الناس. ونحن بحمد الله سبحانه وتعالى نعيش في هذه الدولة التي تحرص على نفع الناس وتجود بما حباها الله جل وعلا من النعم، فكانت بحمد الله جل وعلا عوناً للصديق وللشقيق، تخفف عن المصابين ضيقهم وتكشف عنهم كربهم. لا ترجو من وراء ذلك إلا وجه الله جل وعلا، ثم سعادة الناس ونفعهم. تجسد في كل موقف مواقفها الإنسانية في أعلى المراتب. فاللهم لك الحمد حمداً يوافي ويكافئ مزيد فضلك وإنعامك. اللهم الطف بالضعفاء، واجبر كسرهم، ووسع أرزاقهم، وتول أمرهم، وفرج كربتهم، ونفس همهم، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وأمن خوفهم. وفقنا اللهم لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعتك، عملاً بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. معاشر المؤمنين، إن للشورى في الإسلام مكانة عالية ومنزلة رفيعة، إذ هي سمة من سمات أهل الإيمان. قال الله جل وعلا في شأن صفات المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. وقد أرسى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله تعالى ورعاه، حاكم إمارتنا، مبدأ الشورى، وذلك من خلال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الذي له دور بارز في مناقشة القرارات وإيصال صوت المواطن. نعم، وإيصال صوت المواطن، واستجابة لأمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولأجل تحقيق هذا الأصل العظيم، فإننا نهيب بالإخوة المواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة ممن يحملون قيد إمارة الشارقة أن يبادروا إلى التسجيل في الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، استجابة لنداء ولي الأمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله تعالى ورعاه، الذي دعا في أكثر من محفل ومناسبة أن يتم التفاعل والمشاركة مع هذا الأمر العظيم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أو من خلال موقع الشارقة الرقمية. والإجراء الإلكتروني سهل يسير بحمد الله، لا يتطلب إلا دقائق معدودة باستخدام الهوية الرقمية أو بالحضور إلى مقرات التسجيل في بلديات إمارة الشارقة. إن التفاعل مع هذه الانتخابات والمبادرة إلى التسجيل أمر يدعو إليه الشرع، فهو أمر وطني وواجب شرعي. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ محمد بن زايد، اللهم وفقه لكل خير يا رب العالمين، وفق اللهم نوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء العهود إلى ما تحبه وترضاه، وسدد خطى حاكمنا حاكم الشارقة. اللهم بارك له في عمره ووقته وماله، واغفر اللهم لأجليه ووالديه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للشيخ زايد، اللهم اغفر للشيخ زايد وللشيخ راشد بن سعيد وللشيخ خليفة ولشيوخ الإمارات الذين أفضوا إلى رحمتك. اللهم أنزلهم منزلا مباركا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ربنا إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من يبني لك مسجدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اهد شباب وبنات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واهد شباب وبنات المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واكشف الضر عن المتضررين يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا بلاء. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واجعل ما أنزلته بلاغا لنا ومتاعا إلى حين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدم الأمن والأمان على دولتنا وعلى سائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.